الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز الكلام أثناء الأكل؟ وما حكم قولهم لا كلام على الطعام؟ هل هذا حديث؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمة أحد من المكلفين بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعلى هذا الإعمار دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يجوز لنا أن نحرم على الناس شيئا إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع، وذلك لأن التحريم حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على هذه الأصول أقول: لا بأس بأن يتكلم الإنسان حال طعامه، حال أكله وشربه، فإذا كان يشرب شيئا ويتكلم بين ثنايا شرباته فلا بأس، وإذا كان يأكل طعاما ويتكلم بين ثنايا اللقم فلا بأس، ولا حرج في ذلك. وأما قولهم لا كلام على طعام فلا نعلمه حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه حكم شرعي، لأنه ليس بمنقول، وإنما هو مقول وليس بمنقول، فهو من جملة كلام الناس أو من باب يعني الأمثال التي تسير بها ألسنة الناس، لكنه لا يجوز أن يؤخذ منه حكم شرعي، لأنه ليس بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأضف إلى هذا أيها السائل الكريم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في أثناء طعامه، ففي الصحيح من حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يده تطيش في الصحفة فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام باللحم يعني، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فقر. الحديث الطويل وهو معروف، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. كون الإنسان يتكلم على طعامه لا حرج في ذلك إذ لا منع، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمة الآكلين بحرمة الكلام حال أكلهم، لأنه لا دليل على هذا التحريم، وحيث لا دليل فلا يجوز لنا أن نمنع الناس مما لا دليل عليه، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والله أعلم.